بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. إليكم العناوين. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. التحالف العربي يعلن سقوط طائرة حوثية مفخخة بدون طيار عقب إقلاعها من صنعاء. إلغاء جميع الرحلات في مطار هونغ كونغ للمرة الثانية بعد سيطرة المحتجين على صالات المطار. أهلا بكم من جديد. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات اليوم في ثاني أيام التشريق، ويبيت ضيوف الرحمن في ميناء أيام التشريق الثلاث أو ليلتين فقط لمن أراد التعجل، ويتوجه بعدها الحاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع ببيت الله الحرام. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية لواء عمرو لطفي إن عملية تفويج الحجاج الذين حضروا من القاهرة إلى مكة مباشرة ستتم فور انتهاء أيام التشريق، حيث يمكثون بمكة 5 أيام تبدأ بعدها استعدادات عودتهم إلى القاهرة. أكد الدكتور محمد عبد العاطي رئيس البعثة المصرية للحج أن البعثة لم تواجه أي معوقات أثناء عملية تفويج الحجيج هذا العام. من جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل المشرف على البعثة الطبية إلى وجود عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج بمشعر منى على مدار 24 ساعة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج المصريين. مع بداية أيام التشريق بدأ ضيوف الرحمن من الحجاج المصريين رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، ورغم الأعداد الهائلة من الحجاج التي شهدها جسر الجمرات إلا أن عملية التفويج شهدت إنسيابية مطلقة نظرا للإجراءات الميسرة التي اتخذتها السلطات السعودية من قبل رجال الأمن السعودي الذين انتشروا بطول الجسر منع للتكدس، الأمر الذي مكن الجميع من رمي الجمرات وبخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. رمي جمرات ماشي الحمد لله بسهولة ويسر. السلطات السعودية الأمانة برضو هم عاملين مجهود كبير قوي يعني يشكروا عليه في تسهيل كبير، حتى العساكر اللي في الشارع يعني متفاهمين جدا بيساعدوا الحجاج. الوضع الصحي في العموم معقول، في حالات أو حالة واحدة يعني عملت قلب مفتوح والحمد لله نجحت العملية وهو بخير، في حالات بتاعت غسيل كلوي وحالات بتاعت إشعاع ماشية الدنيا كويس، في حوالي يعني 30 حالة تقريبا في حالات حرجة، يعني المترددين على العيادات بالنهاردة وصل يعني عدى 45,000 متردد على العيادات، علاج بيصرف ليهم. المستشفيات السعودية عاملة مجهود كبير قوي معانا وفي تنسيق كبير معانا. كما وفرت السلطات السعودية فرق طوارئ طبية على طور الجسر لعمل الإسعافات الأولية للحجاج. نقدم خدمات طبية ما قبل المستشفى إلى الحجيج، وهذا شرف إننا نحن نقدم خدمة طبية صحية إلى حجاج بيت الله الحرام من مختلف دول العالم. ننقل الحالات الخطيرة إلى المستشفيات المجاورة والمراكز الصحية. فرحة غامرة انطابت الحجاج المصريين لما لمسوه من إجراءات ميسرة خلال أدائهم المناسك. حصل اللي احنا ببلدنا يعني مش في حتة غريبة الحمد لله. خدمات حلوة والقوافل الطبية والخدمات ربنا يزيدهم ويبارك فيهم. إحساس جميل والله، إحساس رائع، الواحد يعني مبسوط والله من المنظر اللي شايفه ده والله. ربنا يا رب يكتبها للناس كلها يا رب. لا يعني مش قادر اوصف لك، يعني فرحه ليس بعدها فرحه، وكنت اتمناها من 20 سنة. الامور انا الواحد اتبسط منها قوي، حتى في الجمرات حاجه تفرح والله، حاجه تفرح، والحمد لله ان الواحد عايش اللحظه دي وربنا يكتبها للمسلمين كلها. نحمد ربنا حجنا احلى حجه ونحمد ربنا احلى 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 خير. مع بدايه ايام التشريق تشرق شمسا جديدة على ضيوف الرحمن يتخلص فيها حجاج بيت الله من ذنوبهم، داعين الله الفوز بالجائزة الكبرى بالعتق من النار، نسأل الله ذلك. من أمام جسر الجمرات بمشعار منى، محمد حلمي، النيل.
وللمتابعين انضم إلينا هاتفيا موفد النيل إلى الأراضي المقدسة محمد الخطيب. محمد، كيف تسير عملية رمي الجمرات اليوم في ثاني أيام التشريق؟ يعني رمي الجمرات بالفعل تسير بشكل منتظم وبشكل ميسر وسط يعني تواجد من يعني قوات الأمن السعودية لتنظيم دخول الحجاج. الأمر بالفعل يعني الأمر ميسر، يعني منطقة جمر رمي الجمرات هي منطقة أصبحت الآن بعد توسعات داخل هذه المنطقة منطقة كبيرة، 4 أدوار يعني تتسع لستة ملايين حاج، يعني الأمور تسير بشكل منظم. الأحوال المصرية المصريون يؤدون مناسك الحج بشكل هادئ وبشكل ميسر. يعني بعثة الحج الرسمية أو بعثة الحج السياحي بالفعل الآن في المدينة المنورة قامت بتشكيل 6 لجان رئيسية لمتابعة يعني الحجاج المصريين الذين سوف يغادرون من مكة بعد أداء مناسك الحج خاصة برمي الجمرات، متوجهين إلى المدينة المنورة لزيارة طبعا مسجد الرسول الكريم والعديد من المزارات هنا في المدينة المنورة. يعني الأمور كلها يعني تسير بشكل منتظم، هناك تنسيق مستمر مع السلطات السعودية مع رئيس البعثة المصرية مع رؤساء البعثات المصرية الأخرى السياحة والداخلية والتضامن للاطمئنان بشكل مستمر على يعني حالة الحجاج وعلى أوضاعهم. أيضا غرفة العمليات تم تشكيل هنا في المدينة المنورة غرفة عمليات كبيرة لمتابعة المصريين الذين سيأتون من المدينة من مكة قدوما من للمدينة المنورة. يعني هذا هو المشهد الآن، يعني مشهد منتظم، مشهد يسير، كل الأمور يعني تسير بشكل هادئ وفق الخطة التي تم وضعها من قبل رئيس البعثة المصرية بالتنسيق مع الجانب السعودي وبالتنسيق مع رؤساء البعثات المصرية المتواجدة هنا في السعودية. نعم، أشكرك جزيلا محمد الخطيب من الأراضي المقدسة. على مدار 3 أيام تستقبل حديقة الحيوان بالجيزة عشرات الآلاف من الزائرين للاستمتاع بإجازة العيد. يأتي هذا فيما كثفت إدارة الحديقة من استعداداتها للمناسبة بزيادة المسطحات الخضراء وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر. كعادتها في المناسبات المختلفة تظل حديقة الحيوان بالجيزة قبلة للزوار للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات المختلفة والمساحات الخضراء وكذلك الألعاب الترفيهية. في ترفيه كتير، في ركوب الحيوانات، أكل الحيوانات، الطفطف اللي موجود، الأطفال فرحانين، احنا بنجيبهم طبعا عشان المكان واسع بيقدروا يتحركوا بحريتهم، بيشوفوا الحيوانات ويتعرفوا عليها. الأطفال أصلا بتفرح بالحيوانات والحاجات دي كده، فيعني مبسوطين. وعلى الرغم من الزحام الشديد بالحديقة إلا أن المواطنين أشادوا بمدى التنظيم وسهولة الدخول والخروج وكذلك أيضا عدم وقوع مخالفات تذكر بسبب التواجد المكثف للأمن. برغم الأعداد اللي موجودة دي ما شاء الله حتى على الشباك ما وقفناش وقت إن احنا ناخد التيكت بتاعتنا. أول ما دخلنا الدنيا يعني شايفها متنظمة، جو جميل، الناس كلها مستمتعة بالمكان والأطفال كمان، ومريم رسمنا لها على وشها الرسم الجميل اللي انت شفته ده. هو الهدف ان احنا جايين لاختنا الصغيره عشان تتعرف على الحيوانات وكده وتاخد لفه يعني تشوف الدنيا على الطبيعه. لمت الناس الشعب المصري والجنينه حلوه والنظافه ولمت الناس والاسد والحيوانات. اكتر حاجه عجبتني بصراحه هي القروب عشان بيفضلوا نلعب معاهم. عوامل عده تتمتع بها الحديقه ساعدت في جذب الزوار، منها حاله التنوع للحياه البريه بالحديقه التي تضم اكثر من 4000 نوع من الحيوانات والطيور والزواحف. إقبال منقطع النظير تشهده حديقة الحيوان بالجيزة تخطى 100,000 زائر وسط استعدادات من قبل إدارة الحديقة جعلت زيارة المواطنين أكثر سهولة ويسر للاستمتاع بالعيد. رمضان المطعاني، النيل. الأسر المصرية بالكامل هي اللي بتقدم الأبناء والشباب اللي انتم شايفينه ده، واللي هو بيقدم حياته ودمه من أجل مصر. We'll be right back.
ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن المشاركين في الاجتماعات التي استمرت يومين بالقاهرة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية تبادلوا الآراء واتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة تلك القوى في الخرطوم. وأوضحت الخارجية أن استضافة القاهرة للاجتماع جاءت بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهم جميع الأشقاء في السودان، ودعما للوثيقة الدستورية المقرر التوقيع عليها في 17 من أغسطس الجاري. مشاورات القاهرة تناولت نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى تتعلق بتعديل نص المادة 69 من الوثيقة الدستورية السودانية التي تنص على إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة في الوثيقة الدستورية وفق أحكام هذه الوثيقة. الجبهة الثورية تعتبر المادة 69 توصد الباب أمام تحقيق السلام، وتعتبر أي مفاوضات مثل الحرث في البحر. تطرح الجبهة صياغة معدلة تنص على إدراج اتفاقيات السلام الشامل التي توقع بين السلطة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية في إطار الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى في الوثيقة الدستورية وفق أحكام هذه الاتفاقيات في حال تعارضها مع نصوص الوثيقة الدستورية. الجبهة ترفض أيضا خضوع رؤية السلام المتوافق عليها لتصويت البرلمان وفقا لنص الوثيقة الدستورية التي ترهن أي تعديلات عليها بموافقة ثلثي البرلمان. تحالف الحرية والتغيير في المقابل يرى ذلك استباقا للأمور ويعبر عن هواجسها في غير محلها، فلدى التحالف نسبة 67% من أعضاء البرلمان المنتظر، ما يعني أنه وحده يملك الثلثين لإجراء أي تعديل متوقع، ولا داعي للخوف من هذه المسألة لأن إثارتها تؤكد عدم الثقة. كما أن تحالف قوى الحرية والتغيير يرى أنه يجوز قانونا إضافة بنود جديدة أو ملحقة على الوثيقة. النقطة الثانية ترتبط بذكر الجبهة الثورية داخل الإعلان الدستوري بشكل واضح وصريح باعتبارها ممثلا للحركات المسلحة، لكن قوى الحرية والتغيير ترى أنه من غير المنطقي حصر الفصائل المسلحة في 3 حركات مسلحة هي أعضاء الجبهة، في حين لم تنخرط قوى أخرى في الجبهة أو تحالف الحرية والتغيير. المشاركون في الاجتماع اتفقوا على عرض ما تم التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم. مصر التي استضافت المشاورات على مدار يومين تؤكد مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلعات الشعب السوداني. وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير محمد الشاذلي، سفير مصر الأسبق في السودان. سيادة السفير، ما تأثير الجهد المصري فيما يتعلق باستضافة محادثات قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على الاتجاه نحو التأسيس للمسار السلمي والانتقال السلمي للسلطة في السودان؟ هذا الاجتماع تم من منطلق حرص مصر على تحقيق الاستقرار والأمن في السودان الشقيق بعد توقيع اتفاق السلام الشامل بالأحرف الأولى، وانتظارا للتوقيع النهائي يوم 17 من الشهر الجاري. هناك تفصيلات هامة يجب التطرق إليها ويجب النظر إليها بعمق حتى يتحقق هذا السلام. ما هي أهم هذه النقاط من وجهة نظر حضرتك؟ أهم النقاط من وجهة نظري هو تحقيق التوافق بين الجبهة الثورية وبين حركة الحرية والتغيير. الحركات المنضوية تحت الجبهة الثورية دي حركات حاربت لإسقاط النظام السابق، وهي حركات مسلحة موجودة في أقاليم. إذا لم يتم الاتفاق الودي والسلمي معهم هيكون هذا معوق كبير لتحقيق الاستقرار والأمن في السودان. برأيك ما الذي يجب أن يتحمله كل طرف من أجل الوصول بمسؤولياته السياسية تجاه الشعب السوداني؟ يعني أعتقد أن كل طرف يجب أن يرتقي إلى مستوى المسؤولية، وأن يدرك أن هذا ليس صراع من أجل السلطة ومن أجل الهيمنة، ولكنه صراع من أجل أو لقاء من أجل تحقيق السلام والأمن للسودانيين جميعا، وإخراج السودان من مرحلة
ساد فيها العنف وساد فيها الاقتتال، مما أدى إلى يعني تقويض الاقتصاد السوداني. السودان بلد فيه من الثروات ما يمكن أن يجعله من أثرى دول قارة أفريقيا، وما يعوق هذا هو حالة عدم الاستقرار وحالة الاقتتال الداخلي التي سادت السودان لفترة طويلة. يجب ألا ينظر أي طرف إلى نفسه كأنه ممثل لفئة معينة، ولكنه يجب أن ينظر إلى نفسه أنه ممثل لشعب السودان وتطلعات شعب السودان كله. شكرا جزيلا سعادة السفير محمد الشاذلي سفير مصر الأسبق في السودان. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن التركي المالكي أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران أطلقت اليوم طائرة بدون طيار مفخخة سقطت عقب إقلاعها من صنعاء بمسافة 35 كيلومترا في محافظة عمران على المدنيين. أوضح العقيد المالكي أن استمرار الميليشيا الحوثية بتبنيها العمليات الإرهابية يضعها تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة بموجب القانون الدولي الإنساني. وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين اليمنيين وحماية الأمن الإقليمي والدولي. يأتي هذا فيما تصدت قوات المقاومة الجنوبية اليمنية والحزام الأمني لهجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية في وقت مبكر من صباح اليوم باتجاه منطقة يافع التابعة إلى محافظة لحج في جنوب اليمن انطلاقا من محافظة البيضاء. كما شنت قوات الجيش اليمني بدعم من تحالف دعم الشرعية هجوما عنيفا على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية في جبل النار بمديرية باقم بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي لها شمال البلاد. وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على مواقع جديدة بوادي العريض. وللمتابع انضم إلينا هاتفيا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية من القاهرة. سيد نبيل، في رأيك يعني كيف ستكون الأوضاع الإنسانية خاصة بعد تصدي قوات المقاومة الجنوبية لهجوم ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة يافع؟ بداية أسعد الله أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين. طبعا تحاول الآن الميليشيات الحوثية أن تستغل الوضع الموجود في بعض المناطق بجنوب البلاد بمثل هذه الحملات، حيث تتوقع أن الحالة التي حصلت في عدن وفي بعض المناطق ستهيئ لها مدخلا قويا لاقتحام بعض المناطق في الجنوب. فكانت هذه المحاولة في يافع، لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانت لها بالمرصاد وقد تكبدت الميليشيات خسائر كبيرة في الوقت ذاته. بالطبع مثل هذه العمليات تشكل أحيانا انقطاع لعمليات الإمداد بالعمليات الجانب الإغاثي والإنساني، وهو ما يزيد من إشكالية هذا الجانب في أكثر من منطقة. يظل حرص الحوثيون دائما على وضع يعني عمليات عسكرية في مناطق مختلفة لإيقاف إيصال هذه الإمدادات، لأنهم يعتقدون أن أسلوب التجويع أو مرحلة المجاعة يؤدي إلى التهجير القسري، وهو ما يسهل لهم اقتحام كثير من المناطق التي يتمنون الوصول إليها. صحيح، هي فتح جبهات مختلفة للهجوم وبالتالي المدنيين يتأثروا، هذه ورقة دوما للضغط في يد الميليشيا الحوثية قطع الإمدادات الإنسانية. كيف يمكن التعامل مع هذه المعادلة؟ نحن نحرص من خلال الجانب الحكومي على فتح ممرات كثيرة جدا، بحيث أنه كلما انقطع الإمداد عبر ممر معين يكون هناك ترتيبات لفتح ممرات أخرى. هذه هي الوسيلة لمواجهة مثل هذه الأعمال، لكنها تحتاج دوما إلى جهود كبيرة، وخصوصا بالتنسيق مع قيادات المجالس المحلية أو قيادات الجيش أو القيادات الشعبية الموجودة على الأرض. نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية من القاهرة. رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بالجهود التي تقوم بها السعودية لرعاية وبدء عملية حوار حقيقي وبناء. وفي اجتماعه بالعاهل السعودي في ميناء دعا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الأطراف اليمنية لتغليب الحوار والعقل لمصلحة اليمن
لافتا إلى أن دعوة المملكة للحوار تجسد الحرص المشترك على استقرار اليمن. بهدف تسوية الخلافات بين اليمنيين في الجنوب وإنقاذ اليمن من دائرة الحرب الأهلية المفرغة، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي في منى. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حضر الاجتماع وبحث كذلك مع ولي عهد أبوظبي آخر التطورات على الساحة اليمنية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق أمنها واستقرارها. الشيخ محمد بن زايد أكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية الخلافات بين اليمنيين، مضيفا أن الرياض وأبوظبي تتوافقان على المطالب الفورية للأطراف اليمنية المتنازعة بتغليب لغة الحوار والعقل ومصلحة اليمن. وبعد اشتباكات عنيفة استمرت لمدة 4 أيام الأسبوع الماضي، هدأت الأوضاع في عدن تزامنا مع عيد الأضحى بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديده الالتزام بالمسار السياسي الذي تقوده الولايات المتحدة، مرحبا في الوقت نفسه بجهود السعودية لرعاية وبدء عملية حوار حقيقي وبناء. وفي بيان له، أبدى المجلس استعداده للمشاركة في أي نوع من النقاش يحمي مكتسبات الجنوب ويضمن دور المجلس كطرف رئيسي في عملية صنع القرار. كانت الأحداث قد تسارعت السبت الماضي بعد سيطرة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي على 3 معسكرات حكومية وعلى القصر الرئاسي، ما عزز من الانقسامات في وقت يخوض فيه الجيش الوطني اليمني حربا ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية. ووفقا للأمم المتحدة أسفرت هذه الأحداث عن مقتل نحو 40 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 260 شخصا آخرين في المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية مقرا مؤقتا لها. أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي توجيهات بوضع ترتيبات متكاملة لتأمين كافة المعسكرات ومخازن القوات المسلحة. توجيهات عبد المهدي جاءت إثر حريق كبير اندلع في مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحشد الشعبية، مما تسبب في انفجارات سمع دويها في أنحاء من العاصمة بغداد وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة 29 آخرين. ليلة مرعبة عاشها المواطنون العراقيون عقب انفجار معسكر تابع للشرطة الاتحادية والحشد الشعبية، حيث تسبب الانفجار في تطاير الصواريخ من المستودع باتجاه المدن المجاورة للمعسكر، وأدى الانفجار إلى احتراق أطنان من العتاد في معسكر صقر التابع للحشد الشعبي في منطقة الدورة جنوبي بغداد إلى سقوط قتيل و29 جريحا. رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أكد في توجيهاته بعد التفجير على ضرورة وضع ترتيبات متكاملة لتأمين المعسكرات كافة ومخازن السلاح لجميع القوات المسلحة. ويقع المخزن الذي يديره فصيل مسلح تحت قيادة قوات الحشد الشعبية داخل مقر للشرطة الاتحادية في الضواحي الجنوبية لبغداد، حيث كشفت مصادر أن صواريخ قصيرة المدى وصواريخ كاتيوشا كانت موجودة بالمخزن. وكشفت مديرية الصحة بالمنطقة عن أن الحريق تسبب في إطلاق بعض الصواريخ التي سقطت في أحياء على بعد كيلومترات وأصابت نحو 14 شخصا معظمهم من الأطفال. وأرجعت الشرطة الحريق إلى إهمال في تخزين الذخيرة أدى إلى الانفجار مع ارتفاع درجات الحرارة. من جانبه شدد النائب الأول رئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي على خطر وجود مستودعات الأسلحة قرب المدن المكتظة بالسكان، والذي بات مصدر قلق دائم للمواطن ويؤثر على سلامة المدنيين ويحصد أرواحهم. أعلنت مصادر إيرانية أن سلطات جبل طارق سوف تفرج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة جريس ون، بينما أعلنت جبل طارق أنها تسعى لنزع فتيل التوتر مع إيران منذ احتجاز الناقلة الشهر الماضي. يأتي هذا بينما أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن التحقيقات الجارية بشأن الناقلة جريس واحد قضية تخص جبل طارق. هذا وقد أعلن مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية رغبة بريطانيا في الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، معربا عن أمله بحل هذه المشكلة في المستقبل القريب. يذكر أن قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية احتجزت ناقلة النفط الإيرانية في 4 يوليو قبالة ساحل جبل طارق بالبحر المتوسط للاشتباه بأنها تنقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تنفيه إيران.
أعلنت القوات البحرية الكورية الجنوبية أنه من المقرر إرسال دفعة جديدة لوحدة تشونغ هي العسكرية إلى خليج عدن للقيام بعمليات مكافحة للقرصنة قبل سواحل الصومال. كانت مدمرة بريطانية قد أبحرت أمس صوب الخليج للانضمام إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة بهدف حماية سفن الشحن التجارية في المنطقة وسط توتر سياسي متصاعد بين إيران والغرب. وأوضح أندي براون قائد المدمرة أن الهدف يتمثل في نزع فتيل التوتر الحالي، مؤكدا الالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة وتأمين الشحن الدوري. يعقد اليوم مجلس الشيوخ الإيطالي جلسة عامة للبت في الخلاف حول موعد التصويت على طلب سحب الثقة من الحكومة بعد تأييد الأغلبية قرار الاستماع أولا إلى بيان رئيس الحكومة. وأعلن رؤساء الكتل البرلمانية عقب اجتماعهم بحضور رئيس المجلس إيزابيتا كازيلاتي عدم التوصل إلى الإجماع اللازم لدعوة المجلس المغلق في عطلته الصيفية للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على طلب حزب الرابطة بسحب الثقة من رئيس الوزراء جوزيبي كونتي. قادة الأحزاب الإيطالية قرروا استدعاء مجلس الشيوخ من عطلته للتصويت اليوم الثلاثاء على جدول زمني يمكن أن يشمل تصويتا على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي وينهي التحالف الشعبوي. هذه الخطوة جاءت بعد فشل رؤساء الكتل السياسية في المجلس أمس الاثنين في التوصل إلى اتفاق بالإجماع اللازم لدعوة المجلس المغلق في عطلته الصيفية للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على طلب حزب الرابطة اليمني بسحب الثقة من كونتي. ويصوت المجلس اليوم الثلاثاء على ما إذا كان يتعين على كونتي إلقاء كلمة أمام المجلس حول الأزمة في 20 أغسطس الجاري، مما يؤجل إعلان سقوط الحكومة أو استقالتها إلى الأسبوع المقبل. وينص الدستور الإيطالي على أن جلسة التصويت على حجب الثقة عن حكومة كونتي يجب أن تجرى في مجلس الشيوخ، لأنه المجلس الذي نال فيه الثقة بعد تشكيل التحالف بين حزب الرابطة وحركة 5 نجوم قبل 14 شهرا. حركة 5 نجوم الشريك في الائتلاف الحاكم، ولكنها تعارض إسقاط الحكومة، والحزب الديمقراطي المعارض يمتلكان ما يكفي من الأصوات للموافقة على هذه الخطوة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فشل محاولة وزير الداخلية زعيم حزب الرابطة ماتيو سلفيني للإطاحة بالحكومة. ويسعى سلفيني إلى تشديد الضغوط وصولا إلى التصويت على مذكرة بحجب الثقة عن حكومة كونتي في مهلة أقصاها 20 أغسطس، وفرض انتخابات مبكرة في الخريف مراهنا على استطلاعات رأي تمنحه من 36 إلى 38% من أصوات الناخبين، بعكس ما أظهرته هذه الاستطلاعات في ربيع عام 2018 حين كانت تتوقع نيل حركة 5 نجوم 32% من الأصوات مقابل 18% للرابطة. عبرت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن القلق إزاء استخدام القوة ضد محتجين في تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ، داعية إلى تحقيق حيادي ومستقل. هذا وقد أعلنت سلطات مطار هونغ كونغ الدولي إلغاء كافة الرحلات في مطار هونغ كونغ للمرة الثانية بعد سيطرة المحتجين على صالات المطار. وحثت إدارة المطار المسافرين على مغادرة مباني المطار قدر الإمكان. جاء ذلك عقب اقتحام المتظاهرين ساحات المطار لليوم الثاني على التوالي ومنعهم للمسافرين من الوصول إلى ساحة المغادرة. بانوراما نيل متواصلة ونتابع فيها بعد الفاصل. سول ترفض انتقادات بيونغ يانغ لتدريباتها العسكرية مع الولايات المتحدة وتؤكد أنها ليست تدريبات ميدانية. الآن موعد متابعتنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة. المتابعة الاقتصادية تقدمها عبير شوشة. تفضلي عبير. شكرا إيمان وأحمد. أهلا بكم مشاهدين، هذه أخبار الاقتصاد وأهم ما فيها. الدول العربية تستورد 1.6 مليون طن حاصلات زراعية مصرية في 9 أشهر. أهلا بكم.
كشف رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه عبد الحميد مرداشه ان الدول العربيه استوردت 1.59 مليون طن خضر وفاكهه مصريه بقيمه 665 مليون دولار خلال فتره التسعه اشهر الاولى من العام التصديري الجاري من سبتمبر حتى نهايه يونيو الماضي. واوضح ان نسبه الدول العربيه تبلغ 37% من الكميات المصدره لمختلف الدول خلال نفس الفتره، كما تمثل نسبه 31% من قيمه الصادرات. وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تأتي في المركز الثاني بنسبة 27% من كمية الصادرات المصرية الزراعية. وجهت وزارة المالية بتقديم كل التسهيلات اللازمة للتيسير على الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وفق القواعد المقررة. وأصدر رئيس مصلحة الجمارك تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ البحرية والبرية وتقديم كافة التيسيرات الجمركية للحجاج من خلال دعم صالات الوصول المخصصة بأعداد إضافية من مأمور الجمارك، وكذلك تشغيل أجهزة الفحص المتطورة بما يضمن تقديم كل المساعدات وسرعة إنهاء الإجراءات الجمركية. أطلقت وزارة السياحة أول فيلم ترويجي لحملة أطلقت عليها اسم People to People الذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية بهدف تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية والطعام المصري والأنشطة الكثيرة. وذكرت الوزارة أن تلك الحملة هي إحدى ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، حيث تعتمد على المحتوى المعاصر والأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير. كما لفتت الوزارة إلى أن الحملة موجهة أيضا للشعب المصري للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التي تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين. قالت وزارة البترول إن متوسط إنتاج الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حاليا حوالي 630 ألف برميل يوميا، ومن المستهدف أن يصل إلى حوالي 690 ألف برميل في نهاية العام المالي الحالي. وأضافت الوزارة أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج عمل لزيادة معدلات إنتاج مصر من البترول والتي تفتح آفاقا جديدة لتحقيق المزيد من الاكتشافات لتحقيق طفرة في إنتاج الزيت الخام. تعززت قوة سوق العمل في بريطانيا على نحو غير متوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري في تناقض حاد مع بيانات الأسبوع الماضي والتي أظهرت انكماشا اقتصاديا خلال الفترة نفسها مع استعداد البلاد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات رسمية أن النمو الإجمالي للأجور زاد بمعدل سنوي 3.7% في الشهور الثلاثة المنتهية في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ 2008 وارتفاع من 3.5% في مايو الماضي. كما كشفت البيانات أن بريطانيا أضافت 115 ألف فرصة عمل في الربع الثاني من العام، مما رفع مستوى التوظيف إلى معدل قياسي بلغ 32.81 مليون. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اتساع عجز الميزانية إلى حوالي 120 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مدفوعا بالزيادة في الإنفاق على الرعاية الصحية والدفاع. وقالت الوزارة إن حجم الإنفاق الفيدرالي في يوليو الماضي بلغ 371 مليار دولار، بينما بلغت الإيرادات 251 مليار دولار. يشار إلى أن الوضع المالي للحكومة الأمريكية قد تدهور منذ عام 2016 بسبب الشيخوخة السكانية التي أدت لاعتماد المزيد من المواطنين على برامج الرعاية الصحية. مشاهدينا، انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود مرة أخرى إلى إيمان وأحمد. إليكم. شكرا جزيلا لك يا عبير. دحضت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية انتقادات جارتها الشمالية التي اعتبرت التدريبات العسكرية المشتركة بين سول وواشنطن انتهاكا للاتفاقيات بين الكوريتين، مشيرة إلى أن هذه الانتقادات لا تساعد على تطوير العلاقات بين الكوريتين. وأعلنت الوزارة بأن التدريبات العسكرية المشتركة ليست تدريبات ميدانية تستهدف الشمال، بل تهدف إلى الاستعداد لنقل حق السيطرة على العمليات العسكرية في زمن الحرب
من واشنطن إلى سول. كانت بيونغ يانغ انتقدت المناورات التي بدأت في وقت سابق من أغسطس الحالي، وقالت إن الحوار بين الكوريتين سيتوقف حتى تقدم سول عذرا مقبولا لتلك الخطوة. أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الروسية أن النشاط الإشعاعي بعد الانفجار الذي وقع الخميس الماضي في قاعدة التجارب الصواريخ بشمال روسيا تجاوز 16 مرة المستوى المعتاد من دون أن يشكل مع ذلك خطرا على الصحة. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الروسية أن مستويات الإشعاع بلغت 1.7 مايكرو سيفرت في الساعة، مشيرة إلى أنها عادة انخفضت بسرعة نحو الوضع الطبيعي بعد ظهر نفس اليوم. ولا تشكل هذه المعدلات أي مخاطر صحية، حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن المخاطر المميتة تزداد اعتبارا من التعرض ل 50,000 مايكرو سيفرت، بينما يوصي المعهد الفرنسي للحماية من الإشعاع بإجلاء السكان ابتداء من 10,000 مايكرو سيفرت. أطلق الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني سراح 35 سجينا من حركة طالبان المسلحة من سجن المديرية الوطنية للأمن بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في بادرة سلام من الحكومة الأفغانية للمساعدة في دفع عملية المصالحة قدما. من ناحية أخرى، لقي 8 مسلحين ينتمون لحركة طالبان مصرعهم خلال عملية استهدفت تدمير مركز تدريب للانتحاريين نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم لوغار وسط أفغانستان. وأشارت مصادر أمنية أفغانية إلى أن مسلحي طالبان كانوا يستخدمون المركز أيضا كمكان لتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات. يمثل المتهم الأسترالي برينتون تارنت الذي شن الهجوم على مسجدين قتل فيهما 51 شخصا في كرايست تشيرش في نيوزيلندا أمام محكمة نيوزيلندية بعد غد الخميس. تأتي جلسة الاستماع عقب شهر من تقدم تارنت لطلب بمحاكمته باعتبار أنه غير مذنب بارتكاب التهم الموجهة إليه. تتضمن التهم 51 تهمة قتل متعمد و40 تهمة شروع في قتل، إضافة إلى تهمة الضلوع في عمل إرهابي. ومشاهدينا، هذه عناوين الأخبار. حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق. التحالف العربي يعلن سقوط طائرة حوثية مفخخة من دون طيار عقب إقلاعها من صنعاء. إلغاء كافة الرحلات في مطار هونغ كونغ للمرة الثانية بعد سيطرة المحتجين على صلاة المطار. ختام بانوراما الرابعة. تحية لكم وإلى اللقاء.